السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي يدينون الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه المملكة. تسجيل 2227 حالة إصابة جديدة بكورونا في المملكة وحالة التعافي في ارتفاع. البرنامج الوطني لمكافحة التستر يؤكد أنه لا تمديد للمهلة التصحيحية للمخالفين. استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية مع معالي وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو السيدة متسيبو راماكاوي، استعرض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال سموه لوزيرة خارجية مملكة ليسوتو في مكتبه بالرياض هذا اليوم. كما ثمن سمو وزير الخارجية ما أبدته وزيرة خارجية ليسوتو من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. وافق مجلس الشورى خلال جلسته بالاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السلمي على مقترح مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين. ويهدف مشروع النظام المقترح إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطن المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها. كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان مع الجمهورية الجزائرية، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون مع جمهورية الكاميرون، ومشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية مع جمهورية غانا، ومشروع اتفاقية مع المركز الوطني للدراسات القضائية بل الفضائية في جمهورية فرنسا. عبر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي عن إدانتهم واستنكارهم لما تتعرض له المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة من ممارسات إرهابية ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين الآمنين والمنشآت في كلا البلدين. وأكد الوزراء وجوب التصدي لهذه الأعمال الإرهابية والتدخلات الإيرانية في الدول العربية والإسلامية بجميع الوسائل الممكنة. جاء ذلك في البيان الختامي في القاهرة اليوم لأعمال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي في دورته 13. كما أكدوا أن الجماعات الإرهابية اعتمدت على توظيف الفتاوى لخدمة أفكارها المنحرفة، مبينين أن الحديث في الشأن العام الديني دون وعي وإدراك تامين يعرض أمن الأوطان للخطر. قلد رئيس جمهورية المالديف السيد إبراهيم صالح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى وسام الشرفي بالجمهورية تقديرا لجهوده في خدمة الإسلام والسلام العالمي. جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما في القصر الرئاسي بالعاصمة مالي كما أعلن افتتاح مكتب إقليمي للرابطة في المالديف تلبية لرغبة الرئيس المالديفي. هذا وبحث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي مع قيادات وزارتي الدفاع والخارجية والشؤون الإسلامية آليات العمل المشترك في مكافحة التطرف والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. دعا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال مؤتمر الخليج 14 للمياه في الرياض إلى تبني تحول نموذجي في إدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون. وأكد أن أهداف المؤتمر الأساسية ترتكز على الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه والاستدامة المالية للخدمات المائية.
تحت شعار المياه في الخليج نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية، بدأ مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه دعوته إلى تبني تحول نموذجي في إدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون للانتقال من نهج استدامة الإمداد إلى نهج استدامة الاستهلاك، وترتكز أهدافه على الكفاءة الاقتصادية في استخدام المياه والاستدامة المالية للخدمات المائية. بدأت مؤتمرات هذه الجمعية من حوالي 35 سنة، يعقد كل سنتين في دولة من دول مجلس التعاون، هذه المرة الثانية التي يعقد في المملكة. هذا المؤتمر اختار محور مهم جدا وعنوان مهم جدا لقطاع المياه، وهو الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية. 60 ورقة علمية و14 متحدثا رئيس تناولوا جلسات النقاش لأبرز المواضيع المتعلقة بالكفاءة الاقتصادية وطرح أبرز القضايا مثل الإدارة الكفء لتحلية المياه والمياه الجوفية والسطحية ومياه الصرف الصحي وغيرها من المواضيع الهامة. والهدف طبعا هو أنه إظهار جميع الأبحاث المهمة في قطاع المياه، وكذلك يعني موضوع زي بالذات التحلية، مواضيع زي الصرف الصحي واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومواضيع حساسة زي هذه، وكذلك اقتصاديات المياه، وهو موضوع لم يطرق بعد بشكل تفصيلي إلا في هذا المؤتمر. معرض مصاحب للمؤتمر وثلاث دورات تدريبية مجانية يقدمها كل من المعهد الدولي لإدارة المياه ومنظمة اليونسكو ومنظمة ألاسكوا. أحمد ثنيان، الرياض. أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي 3469 حالة، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 1016 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة رحمها الله. هذا وتجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة 59,573,000 جرعة، إذ بلغ عدد من حصلوا على جرعتين 23,941,000 شخص، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من 25,778,000 شخص من سكان المملكة. هذا وتستمر مراكز اللقاحات في المملكة باستقبال المواطنين والمقيمين لإكمال جرعاتهم. ولمعرفة آخر المستجدات ينضم إلينا الآن من أحد مراكز اللقاحات في محافظة جدة مراسل أخبار السعودية الزميل عبد العزيز إدريس. مرحبا بك عبد العزيز، بداية صف لنا المشهد من مركز اللقاحات المتواجد فيه وكذلك آخر المستجدات. نعم، شكرا لافي. في البداية مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام، متواجد معكم من مركز اللقاحات بمطار الملك عبد العزيز بالصالة الجنوبية. هذا المركز الذي يعتبر أكبر مركز في مدينة جدة برفقة أيضا خمسة مراكز منتشرة في مدينة جدة. هذا المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة وتصل طاقته الاستيعابية لعشرة ألاف مستفيد، بالإضافة لوجود 84 عيادة لاستقبال المستفيدين و18 كاونتر. أيضا نشاهد أيضا تواجد العلامات الأرضية أيضا يعني إرشاد الناس للعيادات، يعني أكبر تواجد أيضا من رجال الأمن للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإصدار المخالفات الفورية بحق كل من يخالف. إذن الزميل عبد العزيز دريس مراسل أخبار السعودية من جدة، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير إن شاء الله. أيها السادة، وعودة إلى أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي في دورته 13، ينضم معنا لمزيد من التفاصيل عن هذا المجلس أو أعمال هذا المجلس من القاهرة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. أهلا بكم معالي الوزير معنا في هذه النشرة،
وبداية أطلعنا أكثر عن أبرز ما توصل إليه وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي خلال اجتماع المجلس التنفيذي. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اليوم ولله الحمد صدر البيان الختامي في القاهرة لأعمال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي في دورته 13 الذي شرفت برئاستها في القاهرة برعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة السيد مصطفى مدبولي، ومشاركة أعضاء المجلس من أصحاب المعالي الوزراء الذين لمسنا منهم الجد والاجتهاد في تحقيق التطلعات والتوافق الرؤى التي ننشدها جميعا من نشر الوسطية والاعتدال. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين على عنايتهما ودعمهما المستمر بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم. وقد لمسنا خلال اللقاءات التي التقينا بها عدد من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين إشادتهم وثنائهم على دور القيادة الرشيدة وإسهاماتها في خدمة الدين ونشر منهج الوسطية. وبالنسبة للبيان الختامي فقد عبر أصحاب المعالي والفضيلة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي فيه عن إدانتهم واستنكارهم لما تتعرض له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة استحداث ودولة الإمارات العربية الشقيقة من الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إمارات ضد المدنيين العاملين والمنشآت في كلا البلدين. وعد أصحاب المعالي هذه الممارسات بأنها اعتداء سابق على الحرمين الشريفين، ما هو عقيدة المسلمين ووقفتهم اليومية في صلوات ومؤكدين وجوب التصدي لهذه الأعمال الإرهابية والتدخلات الإيرانية في الدول العربية والإسلامية بجميع الوسائل الممكنة. ودعوا العلماء والأئمة والخطباء والدعاة في جميع دول العالم الإسلامي لكشف فساد هذه الميليشيات وفساد الجماعات والأحزاب المتطرفة والمنحرفة فكريا وسياسيا التي تهدد الدول والأوطان وتعال كل تنميتها. ووافق المجلس على ما اقترحناه بشأن اختيار عنوان المؤتمر وموعده أن يكون عنوان دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، وما ذكره من حاجة وما ذكرناه من حاجة الناس إلى هذا الموضوع بهدف تعزيز الوعي الوسطي في المجتمعات الإسلامية. وما تعانيه الأمة من فريقين، فريق الغلو والتشدد وفريق الانحلال والتحلل. كما وافق المجلس على أوراق العمل المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وهي أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحسين منابر من خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب. والموضوع الثاني القيم الإنسانية المشتركة، قيمة التعايش والتسامح. والموضوع الثالث وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها لعرضها على المؤتمر العام 9 لإقرارها وتعميمها، مع تأكيد ما طرحه فضيلة وكيل وزارة الأوقاف بدولة الكويت بخصوص إطلاق بعض المصطلحات في الورقة وإعادتها وتحكيمها قبل عرضها على المؤتمر العام 9 إن شاء الله. نعم جميل. معالي الشيخ، بالتأكيد أن المملكة لها دور فعال في التصدي للجماعات الإرهابية، وكذلك تعمل منذ أزل على مساندة الدول والمنظمات الدولية في هذا الشأن، تعليقكم؟ هذا ما لمسناه، هذا واقع ملموس، وهذا ما نعايشه ولله الحمد من تنفيذ توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين ومن المتابعة الحديثة من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله، وهو العمل الدؤوب على أولا مكافحة الإرهاب وأسباب الإرهاب، وأيضا مكافحة التطرف بأنواعه، وأيضا البذل ما في الوسع لنشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح ونبذ العنف والفتن والتخريب والتدمير. وهذا لا شك شعار الذي يعني نقوم به الآن في المملكة العربية السعودية وتوجيهات خادم الحرمين أيده الله وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله.
الاعتدال والوسطية الآن هو الراية التي نحملها الآن للقيام بها في المملكة العربية السعودية وتطبيقها أصبحت واقعا ملموسا. وأيضا الدول الأخرى من دول العالم الإسلامي أصبحت تحذي حذو المنتحذي وحذو المملكة العربية السعودية في تطبيق بعض الأعمال وبعض التطبيقات التي تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية. وبشرك لله الحمد الأمور طيبة جدا، والعالم الإسلامي يقتدي بالمملكة العربية السعودية، هي قبلة المسلمين ومهبط الوحي وفيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز أحد على ما تراه المملكة العربية السعودية، ويقومون يعني بالاستفادة من خبرات المملكة. وأيضا وجدت يعني ولله الحمد ثناء كبير جدا على قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وكان كثير من الأحاديث تدور حول الدعاء لهم والثناء عليهم لما يقدمونه للإسلام والمسلمين ولما يعملون عليه من نشر الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف. جميل. معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عانكم الله ووفقكم، شكرا لك على هذه الدقائق التي منحتنا إياها في هذه النشرة للحديث عن هذا المجلس وأعماله، شكرا لكم على الوزير. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. معرض صنع في السعودية يحتضن صناعات وطنية في طريقها نحو العالمية، وفيها أيضا موسم الرياض يحقق 4 ألقاب عالمية وعدد زواره يتخطى حاجز 11 مليون زائر. أهلا بكم من جديد. أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه لن يكون هناك تمديد للمهلة التصحيحية لمخالف نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومان فقط وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء المقبل. وحث البرنامج جميع المخالفين على تصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 2 مليون ريال، والاستفادة من مزايا المهلة التصحيحية وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة ب5 ملايين ريال. أكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية المدة على موقع وزارة التجارة. ثلاثة أيام على انتهاء الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أعلنت عنه وزارة التجارة، 20 جهة حكومية تعمل على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد الاشتباه بحالات التستر وضبط المخالفين، حيث تصل عقوبتهم بعد انتهاء الفترة التصحيحية إلى السجن 5 أعوام وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال. ولضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي في المملكة، دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة بالتقدم إلكترونيا بطلبات التصحيح قبل انتهاء المدة التي مددت ل6 أشهر في 16 من فبراير الجاري. وعبر موقعها على تويتر، نشرت وزارة التجارة مقاطع فيديو أظهرت منشآت تجارية عدة قامت بتصحيح أوضاعها التجارية والاستفادة من مزايا المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وأصبحت الآن تمارس أعمالها كافة بطرق نظامية. كما أكدت التجارة أن من بادروا بتصحيح أوضاعهم استفادوا من مزايا الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي مع تجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم. نظام مكافحة التستر التجاري خطوة متعددة الأهداف لخلق بيئة تنافسية جاذبة للمواطنين السعوديين وتشجيعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي وقانوني في القطاع الخاص وتحفيز التجارة الإلكترونية، خطوة تقضي على اقتصاد الظل وتجفف منابعه. وللمزيد عن المهلة التصحيحية لمخالف نظام التستر ينضم إلينا هاتفيا رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي. أهلا بكم دكتور معنا في هذه النشرة. بداية، كيف تقيمون هذه الفرصة الممنوحة للمخالفين، وهل كانت المهلة كافية لهم من أجل التصحيح؟ أهلا وسهلا بك طويل العمر وبالمشاهدين الكرام. طبعا المهلة التي منحتها
القيادة الحكيمة والتي امتدت لعام كامل تخللها العديد من برامج التحفيز للإفصاح، وتخللها المزيد من التسهيلات للانتقال من اقتصاد الظل ومن ممارسة هذا الاقتصاد الآطى والمضر بسوق العمل السعودي والقطاع الخاص. وأعتقد أنه كافية جدا، ولا زال يعني في هذه اليومين الفرصة لمن يرغب أن يكون نظامي في العمل في القطاع الخاص، حيث لم تفرق الأنظمة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التاجر السعودي في الحقوق والواجبات. فكانت الدعوة لهم جيدة والتنظيم أكثر من رائع في سوق العمل. عن المخالفين الذين لم يستفيدوا من مزايا الفترة التصحيحية وقرروا الاستمرار في هذه المخالفة، كيف سيكون التعامل معهم؟ أنا أعتقد أن الإجراءات التي يتم العمل عليها حاليا والربط بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سهولة جلب المعلومات عنهم والوعي الكبير الذي يتميز به المجتمع حاليا من أضرار هذه الممارسة وبعد تجريمها بنظام واضح، أعتقد أنه لا مجال لأحد أن يظن أنه سوف يستطيع أن يستمر. وهذه دعوة من خلالكم بالكف عن هذه الممارسة. نعم. إذن رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، شكرا جزيلا لك. تطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة غدا المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة، وستنطلق أول رحلة تجريبية صباح غد من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام. وتطمح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال هذه المرحلة إلى رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة بالشراكة مع المجتمع وضيوف الرحمن. ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية، وذلك بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية وتعزيز بيئة التصدير في المملكة. وأوضحت الهيئة أنها بدأت تطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، مبينة أن هذه الخطوة ستسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية وتعزيز نموها. معرض صنع في السعودية، الظاهرة الصناعية الأكبر، يستعرض منتجاتنا وصناعاتنا المحلية بمشاركة أكثر من 150 شركة وطنية. معرض صنع في السعودية انطلق تحت مظلة موسم الرياض، ويمثل ملتقا ضخما جهز ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية لإيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق العمل بل وسوق الأعمال. ويتيح المعرض للزوار اكتشاف التقنيات الجديدة والمبتكرة، ويقدم عددا من العروض الحية والفريدة وسط استضافة 30 متحاورا للحديث عن خلاصة تجاربهم وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفذوها لتكون شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعات وتنمية الصادرات السعودية. وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية عددا من اتفاقيات التعاون مع جهات حكومية وخاصة بهدف دعم وترويج الصناعات الوطنية نحو ما يتوافق مع المهام المنوطة لكل جهة في سبيل جعل المنتج المحلي خيارا مفضلا عالميا ومحليا، وذلك على هامش معرض صنع في السعودية الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض وبرعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية. تعزز هذه الاتفاقيات من عمل الصادرات السعودية في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. حقق موسم الرياض 4 أرقام غير مسبوقة في جينيس للأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم. تضمنت الأرقام القياسية تسجيل 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام. وفي معرض الرياضي للسيارات سجل الموسم رقما قياسيا عالميا في جينيس للأرقام القياسية
من خلال عرضه لأكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع ليجو عبر استخدام نصف مليون مكعب ليجو. وفي مجال الألعاب حققت الزحليقة العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية، حيث أنها الأطول عالميا، إضافة إلى كونها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب. من جانب آخر، تخطى حضور فعاليات موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر، ويمثل موسم الرياض أهم الوجهات الترفيهية في المملكة، حيث انطلق في 20 أكتوبر الماضي تحت شعار تخيل أكثر. انطلقت مناورات التمرين المشترك رماح النصر 2022 في نسختها الثانية، وستستمر المناورات لمدة 2 أسبوع. ويشارك في التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، كما تشارك عدة دول شقيقة وصديقة بالتمرين. ونشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بالعناوين. وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي يدينون الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه المملكة. تسجيل 2227 حالة إصابة جديدة بكورونا في المملكة وحالة التعافي في ارتفاع. البرنامج الوطني لمكافحة التستر يؤكد أنه لا تمديد للمهلة التصحيحية للمخالفين. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله.